السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ضمن الأسئلة اللي جات لي على الواتس، الفرق بين permission و permit و license. بالنسبة لكلمة permission، فدي معناها تصريح، يعني تصريح بالنسبة للإذن، يعني إذن سواء كانت موافقة بقى أو رضا، تصريح يعني سواء كان موافقة أو رضا من شخص. تمام، خلي بالك إن الكلمة دي ما بتتعدش، يعني ما ينفعش تحط أخرها إس. تمام، ناخد مثال. يقول لك علي drove his father's car. علي سائق عربية أو قاد عربية أبوه without his permission، يعني بدون إذنه أو بدون تصريح منه. تمام، دي permission. بالنسبة لكلمة permit، فدي معناها كاسم تصريح رسمي مكتوب، وممكن تحط لها إس عادي، زي تصريح إقامة مثلا، تصريح بناء. يقول لي مثلا people from other countries require work permits، يعني الناس اللي هم جايين من الدول أخرى بيتطلبوا إيه؟ تصريحات عمل. ودي كانت بيرميت، وينفع تحط لها اذن، ما قلت لك يعني بتتعد. بالنسبه لكلمه لايسنس، فدي معناها رخصه وخاصه بالقياده، يعني ايه؟ يو كانت جيت ا درايفنج لايسنس، يعني انت لا تستطيع او لا استحاله تمتلك او تحصل على رخصه قياده تيل يو ار 17، يعني حتى تصل الى سن ايه 17 سنه. تمام، وكده فوضحت لك الفرق بين بيرميشن وبيرميت وي لايسنس. لو عندك برضو اي سؤال سيبوا لي تحت في الكومنتس وارد عليك ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.